حمولتي. الو غادي ندوز ان شاء الله لواحد الفطائر رمضانيه. هادو فطائر كيجيو مرقين وكيجيو على شكل بحال الظرف ديال الرساله. دونك بالنسبه للمقادير ديال العجين، غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الابيض، معلقه كبيره ونص ديال الزبده مذوبه، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الخل، معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، شويه ديال خميره الخبز تقريبا يعني التقاده ديال شي حمصه هكاك ديال خميره الخبز طريه، وشويه الماء دافي للعجن. بالنسبه للعجينه دونك كنجمعوها بالماء دافي وكندلكوها مزيان واحد 10 حتى 4 ساعه وحنا كندلكو فيها، وكنغطيوها بفيلم اليمونتير حتى كترتاح لي شويه، وعاد كنقسموها لكويرات صغار. دونك غنحتاجو الزبده والزيت باش نطلقوا هاد الكويرات، كنطلقوهم ونطويوهم بحال المسمنه تماما، وكناخذوا كل وحده وكنديروها في يعني كنشدوا جوج مسمنات ونديرهم على بعضياتهم ونزيدوا نقرصوهم بايدينا، يعني غيبقى الشكل المربع غير هو غادي يولي اكبر. وغادي نستعمل واحد الحشوه يعني بسيطه. بالنسبه للحشوه كنحتاجوا ممكن زعما اي حشوه تصلح في هاد الفطائر. بالنسبه لي انا كنستعمل مرتديله محكوكه مع البيض مسلوق ومحكوك والطون ديال الماء من الاحسن، وهذاك الفروماج ديال الساندويتش حتى هو كناخذ من واحد الطريف. دونك ممكن كذلك نستعملوا غير الكفته مشحره مع البصله والفلفل الربيع والتوابل شويه الهريسه وزيت العود، حتى هي يعني كتجي زوينه. دونك كنشدوا هاد الحشوات هادو كنحطوهم وسط هذوك الجوج مسمنات اللي قرصنا شي شويه، وكناخذوا القناص ديال المربع وكنجيبوهم للوسط دو تال فاسون انه كيعطيونا بحال الظرف. وكنحاولوا في الوسط نثبتوه بزيتون اسود. دونك كنسطفوهم في اللاطه ندهنوهم بصفه ديال البيض مع شي قطيرات ديال الخل ومعلقه صغيره ديال الحليب. وممكن نزينوهم داكشي اللي عندنا، يا اما الزنجلان يا اما الحبه السوداء يا اما زريعه الكتان، وكنطيبوهم في فرن مسخن من قبل وتكون الحراره يعني معتدله باش كيطيبو مزيان من الداخل وكيتحمروا وكيجيو مورقين بزاف من الداخل. غادي ندوز ان شاء الله لواحد الخبيزات معمرين حتى هما يصلحوا في رمضان. فعلا بالنسبه للعجين غنحتاجوا 500 غرام ديال الدقيق الابيض، جوج ديال البيضات، معلقه صغيره ديال زيت العود، شويه ديال الملح، جوج فرماجات مثلثين، معلقه صغيره ديال الموطارد، معلقه صغيره ديال عصير الحامض، معلقه صغيره ديال حليب غبره، ومعلقه كبيره ديال خميره الخبز مذوبه بشويه ديال الماء دافي. غنحتاجو كذلك خماره واحده ديال الحلوى، ونص معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وواحد 150 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ وشويه ديال الماء دافي. ماء بارد ديال العجين. ماء بارد واخا. فوالا. دونك كنجمعوا العجينه في الاول وكندلكوها مزيان ونخليوها كتخمر واحد نص ساعه، عاد كناخذوا داك 150 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ ونحطوها وسط العجين ونحاولوا ندلكوها حتى تدخل مزيان الزبده في العجينه، وكنغطيوها ونخليوها ترتاح واحد 10 دقائق. ومن بعد كنقسموها لكويرات متوسطه، ما كيكونوش المهم متوسطين. ودونك نخليهم يرتاحوا بما وجدنا الحشوه. بالنسبه للحشوه كنحتاجوا بصله مقطعه مربعات رقاق متحرف شويه ديال الزيت. دونك يعني نديروها هي تشحر في الزيت ونزيدوا عليها جوج حبات ديال الخيز ومحكوك طويل، واحد الحبه ديال البورو صغيره مقطعة رقيق، واحد القرعه خضراء طويله حتى هي مقطعة رقيق، فلفله مقطعه مربعات صغار. دونك كنشحروا كلشي مزيان في الزيت ونزيدوا شي الملحه والبزار والربيع وشويه الهريسه، وكنضيفوا في الاخير واحد 150 غرام ديال الكفته وكنبقاو نفرتو فيها بالسباتول حتى كطيب الكفته، يعني ما نطيبوهاش بزاف حيت مازال غادي تطيب في الخبيزات باش ما كديش ناشفه. صافي وكنزيد واحد شويه ديال ملي كنطفي وكنزيد واحد شويه ديال الفرماج احمر محكوك. دونك نخليو هاد الحشوه تدفى مزيان، عاد كناخذو كل كويره ديال العجين وكنكرسوها شويه بايدينا وكنحطو وسطها كميه ديال الحشوه وكنجمعوها على شكل قرص ونخليهم يخمر واحد 20 دقيقه هكاك، وندهنهم بصفه ديال البيض ومعلقه صغيره ديال الحليب وشويه ديال السكر والملح، وكنطيبهم في الفرن حتى هو مسخن من قبل شي 30 دقيقه على نار مهيله. الله يعطيك الصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. عندي واحد وصفه ديال لي بغيك. بالنسبه لي بغيك كنحتاجو فيهم ورقه البسطيله، ومن الافضل ناخذوا الورقه ديال البريوات كتكون مستطيله الشكل احسن.
كنحتاجو البيغي ديال البطاطا يعني عادية، كنحتاجو بيضة، البيض باردون، يعني كل حبة ديال البيض كنحتاجو فيها بيضة، ومن الأحسن يكون بيض غير صغير في الحجم ديالو. غنحتاجو بواطا ديال الطون ديال الماء، شوية ديال القزبر ومعدنوس مقطعين على القاع، شوية ديال الفرباج حمر محكوك، وغادي نحتاجو كذلك فرماج يا إما مثلث يا إما مربع يكون مقطع. بالنسبة للطريقة، كناخدو الورقة ديال البريوات ولا ديال البسطيلة، كنوضعو فيها كمية من هداك لابوغي ديال البطاطا على شكل مربع، وتكون في الوسط شوية غارقة، يعني كمية ديال لابوغي تكون بحال هكاك شي 1 سنتيمتر ديال العلو ديال ليبيسور ديالها، وفي الوسط كنضغطو شي شوية باش تما كنفقصو البيضة في الوسط ديال لابوغي باش ما تحشي لنا البيضة من الجناب، داك لابوغي كتبقى جامعة من الجناب. دونك فوالا، كنديرو عليها البيضة خضرة، وكندردرو فوق منها شوية ديال المعدنوس والقزبر مقطعين، شوية الفرماج حمر، وقطع من داك الفرماج يا إما مثلث يا إما مربع، وكنطويو هاد الورقة على شكل ظرف وندهنو يعني ونقلبوها، يعني ملي بغينا نحطوها في اللاطة اللي غنطيبو فيها غادي نقلبوها، يعني الجهة المفتوحة هي راه تكون من التحت باش ما تحلش لينا في الفران، وكندهنوها يا إما بالزبدة مذوبة يا إما بالزيت، وكنطيبوها دونك في الفران حتى كيتحمروا مزيان وبالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة، الله تبارك الله يبارك. عليك. دونك باقي عندي غير واحد ايه لاغوست ديال واخا المخمر، يعني هذا كيصلح نوجدوه النساء يعني في السيدات في السحور ان شاء الله في شهر رمضان. ايه ان شاء الله واخا الو، بالنسبه للمقادير، غنحتاجو زلافه ديال الدقيق الابيض، زلافه ديال الفينو، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملح، كاس ديال العنبه ديال الحليب سائل دافي، والماء الدافي يعني لا يكفينا للعجن. بالنسبة للطرق، غنحتاجو يعني واحد الكمية ديال الزبدة تكون يعني مضوبلة على مقارنة مع الزيت، أنا يعني نخلطو الزبدة والزيت ولكن الزبدة تكون مضوبلة على الزيت، وشوية ديال السميدة الرقيقة حتى هي. بالنسبة للطريقة، كنجمعو دونك المكونات ديال العجينة عادي وندلكوها مزيان، يعني خصها تكون عجينة رطبة وخفيفة، كنقسموها على كويات كبار شي شوية ماشي بحال ديال المسمن، دونك كنخليهم يرتاحوا واحد 10 دقايق، كناخدو كل كويره ديال العجين وكنبداو نبسطوها رقيقه بحال اللي غادي نورقو مسمن، مي فريمون حتى كيبان لينا السطح اللي كنخدمو عليه. دونك كنرشو بداك الزبده والزيت والسميده مزيان، ومن بعد كنشدو الجهه ديال اليسار وكنطويوها للوسط، ومن التحت حتى هي كنجيبوها للوسط، والجهه ديال اليمين حتى هي كنجيبوها للوسط، والجهه الفوقانيه حتى هي كنجيبوها في الاخير للوسط. غادي يخرج لنا بحال الشكل ديال شويه مستطيل، شويه يعني طويول. غادي في الاخير غادي نشدو، غادي نجمعو القناه، غنجمعو هذا المستطيل على شكل كره، يعني تكون كويره مقاده من الوجه ديالها، ونخلي بحال هكا نبقاو غادي حتى نكملو جميع الكويرات، ونخليهم كيخمروا شي شويه واحد نص ساعه تقريبا، وعاد ديك الساعه كنبداو ناخذوا كل كويره وكنبسطوها هكا شي شويه، كنقرصوها وكنطيبوهم فوق المقله الثقيله من جوج جهات بحال اللي كنطيبوا البطبوط، يعني كيجي مورق من الداخل ورطب بحال القطن، ايه كيف كل قلتي هذا اللوغو ديالو كيجي رائع مزيان ان شاء يعني. الله للفطور والسحور كذلك.